أمنيا تمكنت مصالح أمن دائرة عزبة في ولاية بسكرة من حجز حوالي 5000 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام كانت مخبأة داخل منزل وسط المدينة. العملية تمت بعد حصول ذات المصالح على توفر معلومات تفيد بوجود كمية معتبرة من الخمر مخبأة داخل أحد المنازل بوسط المدينة، أين تم حجز الكمية المذكورة وتحرير ملف قضائي. المزيد مع محمد حمادة. تنفيذا لتعليمات القياده وفي اطار مكافحه الجريمه بمختلف انواعها، قامت قوات الشرطه التابعه لامن دائره عزابه بعمليه مداهمه لاحد الاحياء بوسط المدينه وبتفتيش صادر عن سيد وكيل الجمهوريه لدى محكمه الاختصاص، استهدفت منزل فوضوي بوسط المدينه وتم من خلالهما حجز كميه معتبره من المشروبات الكحوليه قدرت بحوالي 5000 قاروره مختلفة الأنواع. المصلحة أنجزت ملف قضائي ضد مرتكب هذه المخالفة، سيرسل إلى نيابة محكمة عزابة بعد الإنجاز. إلى مخلفات الأمطار الأخيرة، حيث خلفت الأمطار التي تساقطت على مدينة البيض في 24 ساعة الماضية أضرارا كبيرة بالطرقات التي تصدعت بعديد الأحياء، كما عرفت كذلك انسداد قنوات تصريف المياه بها ما صعب حركة المرور. نور الدين الحميدي. رانا كل ما تجي الامطار توقع كارثه تاع الحشاك الزيكويه تاع هنايا الاخر منطق، ولا نتمشى ولا نفوتوا بالواطه لا سما، يعني دوكا الواحد باش يخرج يقضي صلاحه ولا ما كانش. راه بواحد الربع ايام ولا خمس ايام كيما راك تشوف ما عندنا لا حتى اللوط وما عندنا من يدخل لنا قبل كنا نبدا على ظهري المصروف في حاله خطيره شويه. ماذا بكم هذا تاع الزيكو اكرمك الله مع لي فاكياسيون تاع النو تاع الماء، احنا ما عندناش لا دادوس عندنا في البلاد عندنا كتو لازم راك دايره. اذا طفى الضوء في البلاد حنا ولا طفينا الضوء ديجا دوك راني في الدار ما كاش الماء، هل سبب ما كاش الماء دوك في الزعاب ما كاش الماء ثاني. تعيش عائلة عبو أحمد القطنة بمنطقة ضيقة زرقين التابعة لبلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة حياة بدائية تنعدم فيها أبسط ضروريات العيش الكريم. زكريا مداح وعلي خليفة زار العائلة وعاد بالتقرير التالي. في مكان معزول يقطن عمي أحمد رفقة زوجته وأولاده بمنطقة ضاية زرقين التابعة لبلدية حاسي بحبح في الجلفة، فلا ماء ولا كهرباء، وعائلة لا تزال تحتطب لأجل التدفئة والطهي وسط ظروف عيش قاسية. أنا أنت لاوح ودايرين الدجاج دايرين أحشك الحمير حشاك الماء نجيبو فيه غير في البوادين، تريستي ما كانش، ساعة ندير موتور ساعة مرة يطفى مرة يقضى ليسانس. نطيبو على الحطب ونطيب الغاز نقل فيه من بحبح من الله من زعفران واحد 35 كيلو، راك تشوف جنان الزيتون ها هو راه جنان الزيتون يابس، وشنو السبب نتاعو اليابس تاعو؟ التريستي ما كانش، مش الماء ما كانش، الماء كان في الأرض. عائلة عمي أحمد تعتمد في حياتها اليومية على وسائل بسيطة في ظل غياب السلطات المحلية في الاستماع لانشغالاتهم، خاصة وأن هذه العائلة لا تزال تحافظ على تربية المافيا التي ورثتها أبا عن جد. الطريق ما كانش في زمان الصيف السخانة هنا، لو كان من يلدق شير ولا يلدق عائلة ولا عرش كبير يبقى معوق هنا. المدرسة راها وين راها طايح، ما كانش اللي عيام وقاشي يهدر يا ودي وكل من يهدر عليها ونديروا وليداتنا هنا يقراوا فيها. زوين راك تشوف فيها هنا رانا نباتوا هاي وراها قلم نباتوا قعود حدا نعس كان عندي تريستي ما نعسش. حالة اليأس والإحباط هذه جعلت عمي أحمد يناشد السلطات التفاتة بسيطة تخفف عنه عبء الظروف الاجتماعية المتردية التي مست كل مناحي حياته. اشتكى تجار السوق الوحيد بالمقاطعة الإدارية لعين صلاح من الحالة الكارثية التي يشهدها السوق، ما يجعل الخضر والفواكه عرضة لأشعة الشمس وبالتالي تؤثر على صحة المستهلك. التقرير لعبد الرزاق حجي أوردقشيش. حالة كارثية يشهدها السوق الوحيد بالمقاطعة الإدارية لعين صالح نظرا لقدمها، حتى أصبحت الخضر والفواكه تعرض تحت أشعة الشمس مما يجعلها تتلف بسرعة وتوجه مباشرة للمستهلك.
خاصنا مرشي، راه ما كاش المرشي كاع، الطوابل كاع عامرين، نحطوا برا السلعة ديالنا، خاصنا براريك ولا يديروا لنا مرشي، سوق الجملة ما كاش، راه كاع بحرنا هنايا، ما صبنا وين نخدموا. أنا نحطوا في السمش، أنا نصطادوا برا السلعة راه تضيع. عندنا شحال وين نحطوا البلاصة ما كاش بلاصة ورانا نحط. خصنا سوق كبير وخصنا سوق جملة، السوق ما كاش بلايص، كي رانا ندخلوا السوق رانا نحطوا ما كاش بلايص ما كاش. من جهتها السلطات وعلى رأسها الوالي المنتدب لعي صالح أوضح لكاميرا تلفزيون النهار أن هناك برنامجا لإعادة هيكلة السوق في القريب العاجل. هذه السوق في حقة الأمر هي في حالة إلى إعادة الهيكلة بالنظر إلى الوضعية نتاعها كسوق قديمة جدا وتتطلب إعادة نظر وإعادة تأهيل، ففيه يعني غلاف مالي قوامه 4 مليار سنتيم. كنا اتخذنا إجراءات مؤخرا وسنقوم إن شاء الله بإعادة تأهيل هذه السوق من جهة وتوسيعتها. تجسيد السلطات لوعودها على أرض الواقع بإمكانه التخفيف من معاناة المواطنين والتجار على حد سواء، خاصة وأن منطقة عين صالح تعرف بارتفاع درجات الحرارة. استطاعت السيدة بطوش وردية من منطقة أقبو بولاية بجاية أن تنجح وتتميز بإنشائها أول مصنع مصدر للحوم المجمدة في الجزائر بتقنيات عالية وجودة عالمية. صابرين عرقوب والتفاصيل. بخطى واثقة تنتقل من قسم لآخر، شعارها الإتقان والجودة لحماية المستهلك. هي إذن السيدة بطوش وردية صاحبة مؤسسة بريما للحوم المجمدة. بالرغم من كون هذه المؤسسة حديثة النشأة إلا أنها استطاعت أن تكون الأولى في الجزائر والوحيدة المصدرة للحوم المجمدة. Première société en transformation des viandes en Algérie à être en cours de certification ISO 22000, une gamme qui me semble tourne autour de 36 produits. qui sont conçus pour simplifier la vie du consommateur. Toute la gamme volaille, elle est pré-cuite. تقنيات عالية وتكنولوجية حديثة فيما يخص المواد الغذائية تستخدم بهذه المؤسسة، وذلك لتوفير منتوج صحي للمستهلك. صعوبة الاستثمار في المجال والتكلفة الباهظة لم تمنع السيدة وردية بطوش من دخول غمار التحدي وإثبات نجاحها. Nous, aujourd'hui, on peut fournir sur une équipe jusqu'à 450 tonnes par mois. Malheureusement, on ne les atteint pas encore. C'est-à-dire, on est en train de travailler au jour d'aujourd'hui à 60% des capacités de l'unité et de nos investissements. Aujourd'hui, on se bat en permanence pour trouver la matière première. بالرغم من تطابق منتوجها لمعايير الجودة العالمية وكفاءتها في مجال الاستثمار، إلا أنها وكأغلب رجال الأعمال الناجحين تعترضها عراقيل تكبح استثماراتها.